السلام عليكم اخواني اعزائي المشاهدين، اليوم راجعين لكم فيديو جديد مثل ما طلبتم من عندي بالتعليقات تحديات. اخذت جزء من التعليقات وراح انفذها، فان شاء الله مثل ما طلبتم من عندي راح انفذ التحدي مالتكم، وان شاء الله فيديو ينال اعجابكم. قبل لا نبدا بالفيديو، هذه البندقيه وغيرها والاف اكس والكريكت، النوعيات انواع البنادق الضغط. راح اترك لكم الرابط مال اخوي عدنان الصياد اللي يبيع بهاي الاسلحه مع خدمة توصيل بس للشمال ويوصل المحافظات الجنوبية. خدمة توصيل موجودة والأسعار موجودة للي يحب يشتري معدها ويحب يستفسر معدها أكثر. الرابط راح أخليه بالوصف مال التليجرام والفيسبوك. وبعد ما نكمل التحدي نتوجه لصيد الفخاتي، خليكم يعني. التحدي الأول، أخوي أمين يقول أتحداك تقطع جقارة على بعد 50 متر أو أقل. راح ناخذ التعليق ونشوف اللوحة حسب المسافة 50 متر. اعزائي المشاهدين مثل ما تشوفون راح 50 متر هاي المسافة اللي قبل فيها، راح يجي من هناك خلي جقارة ويرميها، وراح نخلي كاميرا هناك تصور وكاميرا من هناك على مود تشوفون الجقارة شلون يطلعها. فوق لازم ينزل جوا. لازم نرمي الجقارة. الناظوتة مو واضح. وصفيت اول الاخطائي. كفو كفو. كفو والله. كفو منك. هاي بالقطف مو؟ اول تجربة. اول طلقة ما اجت. لان شنو؟ كان الناظور مو واضح. والثانية اجت بالقطف. انتهينا من التحدي امين ونروح التحدي الثاني. التحدي الثاني حسين حازم يقول نافل اتحداك تخلي جداحة مسافة 50 متر وترميها واتمنى داخل تعليقي. نخلي الجداحة. كفو والله. كفو. هواي جدا اشوفوها. بسكت. يلا هسه تشوفون التحدي الثاني نفذناه. خلينا للتحدي الثالث. التحدي الثالث منتظر الاعمار يقول اريدك تطبق المثل مال ما يقتل ابره. تخلي ابره بعد 14 متر وتصوب الهدف. هنا تثبت انك ما تقتل ابره. نخلي الابره ونشوف. هسه راح نخلي هذا الدمبوس اللي افضل من الابره. ليش؟ لان هنا براسيه على مود ينشاف بالناظور. راح نثبتها مسافه ما نقدر نتجاوز مسافه بعيده، راح نخلي حدود 20 متر مو 14 20. هذا الدمبوس راح نثبته هنا. نحاول لو نصيب الدمبوس لو نصيب الراسيه مالته. كفو. ما انقطع باوله، ما انقطع، احاول اقطعه. ارجع مره ثانيه. صور على والله. وكفو. كفو. والله حبه هيك طار راح. المهم التحدي الثالث كمل وشفتوا اول تجربه ما انكسر وهسه طار بالجو. خليكم مع التحدي الرابع. التحدي الرابع يقول تهت والعافيه عيونك حبيبي نوفل،
اتمنى تاخذ تعليقي وتخلي لك بطلقه مال كسريه وترميها من البعيد ترمها الصفره وتفجرها. ناخذ التعليق ولو بخطوره بس ما يخالف. تشوفونها راح نخليها بهذه البوريه العمود تبين انفجار يصير او لا. خليناها بهاي الطريقه وهاي البوريه الثانيه راح نخليها هيك. خليها من هنا من هنا. لا هيك تشخه؟ راح تشخه العمود من تصير بها صاج من هنا تنفجر. وهاي مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين الطلبت والتحدي. لا شوف 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 وين صارت. شوف شلون اخترقتها؟ شوف وين صارت. مو بالصفرة ما جت الصفرة. لازم اخذ نقلة هنا شوية. ايه. اجيت قصة. وانا عيد روحي. وقف خليني اجرد. الازهر. شنو بارد اخضر هذا؟ اصفر مال هاوى. يعني قبل شتال هذا ما تنفجر. ما تنفجر يا اخوان ما اعرف شنو السبب. حاولت اكثر من مره وياها ما انفجرت. هاي الطلقه هسه عليها من الابطك. هذا جزء من التحديات. تحديات هواي قالوا ارموا الججاره، يعني اكثر من تعليق. اخذ التعليق واحد واخذ التعليق مال الابره واخذ التعليق مال الجداحه. اما هذا التعليق مال مال الطلقه ما اجى فنعلن فشلنا او هي ما تثور ما نعرف. خلي نروح نصيد فخاتي وان شاء الله الله يرزقنا. خلي كم مثل يقول طول خبز الخباز. سنت فعلا مثل هاي تطبق. ذن اثنين حاطات على السلاح نرجع لها. تشتي نطيها. لا لا. هاي عمود. بس الريش مالتها صار واهلية. طاحت 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 في المستر. حبيت ولا طالع له ولا؟ اي بسم الله الرحمن الرحيم. كفو والله كفو والله ما يقدر يدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. عافية حمودة عافية. على كيفك. هاك صورة تصورها انا اجيبها. هاي كل واحد يجيبها. هاي عم الله عليك اشكرك. هاي جيبها عمو. لا لا اجيبها. هاي هذا؟ ها يلا بسم الله الله اكبر. كفو كبس عم القناص. كفو والله. يلا حبيبي اذبحها. بسم الله الله اكبر. بيها؟ ايه. عافية. كفو والله خلاها فوق من نخلة. يلا روح. كفو. ايه. عم بصور علاوي. هاي لو راميها انا. ايه. حرام فلا يصعد لها. بتصير ما هو. اي شيء اكيد. زون زون رد علي. صور احمد صور احمد. ذبح له بالرقبة. بالرقبة. بسم الله الله اكبر. كفو كفو والله. هاي؟ اوكي. طيب هاك هاك وبعد؟
هاي درع ما درع بس الجواب عم ينطر راح اطبق ان شاء الله راح اصفع على الروس بكت الله اطبق بسم الله والله اكبر يا مهمنا هاي كفو يا جبه هاي انا كفو كفو صفخت صفخت اكو على ثالثه هسه ذن الثنيين اللي رميناهم في سجه جابوهن الولد عافيه عافيه والله شوفن ايه كفو يلا ذبحها لنا يا حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو واتمنى الفيديو نال اعجاب الدنيا غيمت والمطر قوي كلش وما قدرنا نستمر وما قدرنا نشوي لذلك راح نرجع للبيت اتمنى الفيديو نال اعجابكم ولا تبخلوا علينا باللايك وراح يدعمنا هذا بالسيارة فاشو مرة ايه خوي 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 بالقصة تاكدتنا هذا والله رابك بالله يلا حبايبي لهنا وكنتي حلقتنا واتمنى الفيديو نال اعجابكم مع السلامه